السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء في برنامجكم المشكاة. وأستفتح فأقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في بداية هذا اللقاء أن نستضيف فضيلة الأستاذ الدكتور عادل المطيرات، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت، فأهلا وسهلا. حياك الله أخوي دكتور خالد، وحييك وحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. حياكم الله. اعتدنا في هذا البرنامج أن نتناول بعض القضايا الشرعية التي تمس إلى معرفة الحاجة، وتكون سببا بإذن الله تعالى إلى الارتقاء بالأخلاق والسلوكيات، رجاء النفع والفائدة للجميع بإذن الله تعالى. في هذا اللقاء سنسلط الضوء بإذن الله تعالى على صلة الرحم وعلى أهميتها، وكيف يكون الإنسان واصلاً لرحمه، وما هي خطورة قطيعة الرحم. فماذا عسى أن يقول الدكتور عادل لنا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، صلة الرحم من العبادات المهمة جداً التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. اليوم نريد أن نتوسع في مفهوم العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة صلاة وصيام وزكاة وحج ومعاملة أيضا. فالمعاملات من أهم العبادات. بر الوالدين عبادة، صلة الرحم من أهم العبادات. أنا أريد أن أبدأ بهذه المقدمة حتى نغير المفهوم الشائع أن الإنسان العابد هو المصلي والصائم. نحن نقول الذي يصل رحمه إنسان عابد متعبد لله عز وجل بصلة الرحم. صلة الرحم عبادة جليلة، فائدتها بركة في العمر وبركة في الرزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره في عمره فليصل رحمه. فإذا أردت البركة في الرزق، وإذا أردت البركة في العمر، أن يبارك الله عز وجل في عمرك ورزقك، فاحرص على صلة الأرحام. فصلة الأرحام شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو فضل هذه الصلة. نعم. إذن الإنسان يحرص على صلة هذه الرحم التي اشتق الله لها اسما من اسمه. فالله سبحانه وتعالى أطلق عليها الرحم، كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وفرغ منهم قامت الرحم فتعلقت بالعرش، فقالت هذا مقام العائد بك من النار، فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فهذه نعمة عظيمة لمن يصل رحمه أن يتحصل على هذا الفضل العظيم، ويحذر من القطيعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. لكن عند الحديث عن صلة الرحم، ما هي الصلة الحقيقية؟ كيف يكون الإنسان واصل لرحمه؟ يعني بعض الناس يقول أنا أريد أن أكون واصل لرحمه، لكن ما هو الوصل الحقيقي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة نعم. قال ليس الواصل بالمكافأة. نعم. ليس الواصل بالمكافأة، إنما الواصل من يصل من قطعه. نعم. وهذه قضية يمكن يعني يستغرب بها بعض الناس. الإنسان الذي يصل من وصله، ترى هذا أمر فطري، يعني من طبيعة الإنسان يزورني أزوره، هذا المكافئ، هذا المكافئ، هذا المكافئ، وهذه ليست الصلة. نعم. ليست الصلة، وليست فيها ممدحة لأن ولا محمدة، لأن كل إنسان يستحي إذا وصل إنسان لا أن لا يصل، يعني من باب الاستحياء يقول والله فشله هو
وصلني أنا أصل، لا، ليس الواصل بالمكافأة، الصلة الحقيقية أن الإنسان يجاهد نفسه في صلة من يقطعه. نعم، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وصلها. نعم. وهذا رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. يقول يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعوني. أحسن إليهم ويسيئون إليهم. يسيئون إليهم. أحلم عليهم ويجهلون عليهم. ويجهلون عليهم. يعني تناقض. أعوذ بالله على هذا، لا رحم كلها شر. كل يعني. مهما يقدم من خير. العكس العكس. العكس. يعني العكس، يعني عامة الناس اللي يقولون ايش يقولون بالعم يا اخي خلي يولون، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، قال لئن كنت كما تقول لكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار في عيونهم، ولا يزال عليك من الله حافظ ما دمت على ذلك، يعني الله عز وجل يحفظك ويسددك، يكون عندك من الله ظهير، من الله ظهير ومعين ما دمت على ذلك. فأنا أريد أن أنبه على هذه القضية لإخواني وأخواتي، ليس الواصل بالمكافأة تصل يصلك، لا، المحك هو عند القطيعة. بعضهم يقول يا أخي أنا نزل نفسي، أنا يعني لي كرامة، أنا يعني كيف أرضى واحد ما يجيني ولا أروح له، شنو هذه؟ يعني اعتبرها إهانة. نعم. فماذا تقول؟ الله عز وجل يقول في المؤمنين أذلة على المؤمنين. نعم. أعز على الكافر، تبي عزتك على الكافر وذلتك للمؤمن. بالمناسبة دكتور خالد، اليوم تحصل مشاكل بين الزوجين، إيش يقول الحين؟ كرامتي كرامتي. يا أخي ما في كرامة بين الزوجين، أقصد ما في كرامة، يعني لا يحتج الإنسان بالكرامة، لا يتعالى في ذلة على الآخر. نعم. في ذلة، لأن الزواج جناح ولين جانب، تكامل صاروا شيء واحد. شيء واحد، يعني الزوجين متكاملين، يقولوا أنا كرامتي يطلق ومشاكل، في النهاية يا ليتني ما قلت كرامتي. فإحنا نريد أن نذيب هذا الأمر، نريد بين الأرحام ذلة، والله ليست إهانة ولا مهانة ولا ذلة أن تصل من قطعت، بل هذه هي الرجولة، وسينصرك الله عز وجل، لأنك تعفو عمن ظلمك وعمن أساء إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. كلام جميل، لكن نتوقف عند هذه النقطة ونأخذ هذا الفاصل ثم نواصل. قد عدنا من جديد ونرحب مرة ثانية بفضيلة الأستاذ الدكتور عادل المطيرات، ونواصل حديثنا عن معنى صلة الرحم أو من هم الأرحام الذين تلزمني صلتهم. نعم. العلماء يقولون تجب صلة الأرحام من الدرجة الأولى. هذه رقم واحد، يعني الأم الأب. نعم. ويدخل منهم الجد والجدة. نعم. الأخ والأخ، يعني الأب وإن علا والأم وإن نزلت. ايه. نعم. والابن وإن نزلت. ايه. الأم. نعم. والأب، الجد، الجدة، الأخ، الأخت، العم، العمة، الخال، الخالة، هذا رقم واحد. نعم. هذا الذي إن قطعهم وقع في النصوص الشرعية لا يدخل جنة قاطع. ثم الأمثل فالأمثل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدناك أدناك. نعم. ثم يأتي مثلا أبناء الأخ، الأخ، أبناء الأخت، أبناء العم، إلى آخره. نعم، يعني الواجب هم من يحيطون بالإنسان المسلم من الوالدين ومن الإخوة والأخوات والأعمام والعمات، الأعمام والعمات والأخوال والخالات. هذا هو. نعم. هذه الرحم الواجب. نعم. وما سواهما أقل. نعم. أبناء العم، أبناء الأخت، أبناء الأخ، وكلما بعد كلما أقل. نعم. قل يعني التأكيد في هذا. التأكيد. نعم. في ذلك، فنحرص أشد الحرص على هؤلاء، هؤلاء هم الأرحم. نعم. طيب كيف تكون هذه القطيعة أو خطورة القطيعة وماذا يترتب عليها؟ قبل ذلك دكتور خالد تسمح لي، الصلة الآن بعض الناس يحصل الصلة في إيش؟ نعم. في الزيارة. أي. وهذا خطأ، مفهوم خطأ، لابد نفهم ما معنى الصلة. نعم. الصلة نعم لا شك أن الزيارة من أهم الصلة. طيب ما في زيارة، أحيانا يكون البيت بعيد، أحيانا دولة أخرى، أحيانا بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية، هذا بالرياض وهذا بمكة 1000 كيلو، فأحيانا ما تيسر الصلة.
الزيارة. هل يعني هو قاطع؟ إذا هناك زيارة، هناك اتصال بالتليفون، هناك رسالة، رسالة نصية، واتساب، هناك هدية، هدية، هناك تفقد الأحوال، تلمسها ومعرفة حاجاتهم، تلمسها، هناك إرسال السلام. ولذلك قضية الصلة في الصدقة أو في المساعدة، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة على ذوي القرابة أو الرحم صدقة وصلة، نعم. سماها أدري. صلة، نعم. للأسف كثير من الناس اليوم تجده يساعد الأبعدين ويترك الأقربين، يعني ممكن تصل خيراته إلى آخر الدنيا وينسى من قرابته من هو محتاج، من هو محتاج. وهنا قضية وهي تلمس حاجاتهم وسؤالهم في الخلوة، يعني بينك وبينه، أمرني، عندك حاجة، ترى أنا حاضر، كذا، أو يسأل الناس القريبين منه، لأن بعض الأحيان تشوف مستور الحال ما تدري، على بالك إن الحمد لله إنسان غني، صح، وقد يكون محتاجا، صح. بعدين فهنا لابد من تلمس الحاجات. في قضية مهمة في القطيعة، لأن الناس ما تفهم معنى القطيعة. بعض الناس عنده مشاكل مع أرحامه، وهذا واقع، في بيت عمه، في بيت خاله، واقع. فيقول أنا إذا ما زرت هل أنا قاطع؟ لا. متى تتحقق القطيعة؟ إذا لم يؤدي ولا نوع من الصلة، يعني ما في زيارة ولا تليفون ولا رسالة ولا هدية ولا إجابة دعوة ولا سؤال ولا إجابة دعوة، هذه هنا تتحقق القطيعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة قاطع. فسدد وقارب. إذا كان في الزيارة مشاكل، أحيانا ترى هذا واقع، أحيانا في الزيارة مشاكل، طيب نأتي إلى الخطوة الثانية، السلام في الرسالة، نعم، في التليفون، نأتي خطوة ثانية نرسل هدية، حتى لو زار يخفف الزيارة، يخفف، حتى لا أحسن يحدث. وهذا يقع كثير، يقول أنا إذا رحت صارت المشكلة، طيب ما تزور كل أسبوع، نعم، ترى كل شهر ما يخالف، بس لا تقطع بالمرة. أحسنت. فبعض الناس يقول يعني هذه قطيعة. لا، القطيعة هي أن الإنسان لا يفعل أي شيء من أمور الصلة نهائيا ويتعمد ذلك، فهنا يقع في حديث لا يدخل جنة قاطع، إنما هو يسدد ويقارب. والعلماء عدوا يعني قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامك، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، يعني يدل على خطورة الأمر طبعا. بعض الناس يقول يا أخي أنا كيف ما أبي ولا أبي أشوفه وماني في حاجته، مسكين، يظن أن هذا الأمر سهل وهين، وهذا من كبائر الذنوب مما يوسف له. تجد القطيعة بين أخوين أو بين أختين أو بين والد وولده أو بين إنسان وعمه أو خالة أو خالته، وما يدري أن هذا من كبائر الذنوب. بالمناسبة دكتور خالد، أنا أدعو جميع الأخوة والأخوات خصوصا في الأشهر الفاضلة كشهر رمضان أن ينسوا خلافاتهم، نعم. هي دعوة صريحة للم الشمل، نعم، للتنازل، للمحبة، للألفة. إذا كان بين الأخوين أو الأخ والأخت نزاع أو شقاق، هذا يسلم على هذا وهذا يسلم على هذا، ولا بس بشيء من التنازل حتى نحقق صلة الرحم ونبتعد عن العلاقة. لا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، نعم. ترى اللسان اللي يبادر هو المأجور أكثر، نعم، وهو صاحب الفضل، صحيح، اللي تنازل ويبدأ، فهذا هو على خير عظيم. بعدين يعني أنت تستغرب من شخص إذا صار بينه وبين مشكلة بالدوام صديقة يحزن وكذا ويجيب واسطات عشان يرضي، نعم، صديقه، نعم. بينما بعض الناس أخوه في البيت، وأنا أعرف شخص لا يكلم أخته من 5 سنوات. الله أكبر. 5 سنوات على إيش؟ أمور تافهة جدا، نعم. لكن شوف الشيطان كيف، الشيطان طبعا يحرص على التفريق بين الناس. التفريق. هل تعلم أخوي خالد، دكتور خالد، أن أعظم شيء معصية يحبها الشيطان التفريق بين الناس، أعظم معصوم، نعم، يحبها الشيطان. الله المستعان. كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة عرب، ولكن في إيش؟ رضي بالتحريش بينهم. تحريش بينهم. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع القلوب وأن يؤلف بينها وأن يعيد المياه إلى مجاريها بين الإخوان والأسر. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وهنا أدركنا الوقت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في لقاء آخر بإذنه تعالى. إلى ذلك وحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا.